ولا يسمع صلى الله عليه وسلم بقادم إلى مكة له اسم وشرف إلا أتى وعرض عليه الإسلام. ولما أراد ربنا سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإتمام كلمته، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي لقي فيه نفر من الأنصار يعرض نفسه على القبائل، حتى إذا كان بالعقبة لقي رهطا من الأنصار قد دعاهم وكلمهم. يروي ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي ذلك الرهط من الخزرج قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع ربنا سبحانه للذين أراد بهم الخير أنهم كانوا مع اليهود في بلادهم، وكانت اليهود أهل كتاب وعلم، وكان هؤلاء أهل شرك وأوثان، وكانت اليهود لهم الغلبة في بلادهم، فكانوا إذا تناوشوا قالت لهم اليهود: أن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الإسلام، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: والله إنه للنبي الذي توعدتكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه إلى ما دعاهم وأسلموا له، ثم قالوا له: إنا تركنا قومنا وعسى الله أن يجمعهم بك، فإنا سنقدم عليهم ونعرض عليهم هذا الذي أجبناك إليه، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى بلادهم. فلما كان من العام القابل وافى الموسم 12 رجلا من الأنصار وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت في من حضر العقبة الأولى فبايعنا، وكنا 12 رجلا من الأنصار بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن تفترض الحرب. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة رضي الله عنه: فبايعناه على ذلك. ثم انصرف القوم راجعين إلى بلادهم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمانهما الإسلام ويقرئانهما القرآن. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس ثم صليت الجمعة. وأسلم على يد مصعب بن عمير كثير من الأنصار، أسلم على يديه من أشرافهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وهما يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. وفي العام التالي في موسم الحج جاء قوم من الأنصار ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، فواعدوا رسول الله في أوسط أيام التشريق. روى أحمد والطبراني وابن حبان عن كعب بن مالك، وكان قد شهد بيعة العقبة، وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، قال: خرجنا مع حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، وقد واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا، فقلنا له: يا أبا جابر، إنا نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا. وكلمناه عن الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد البيعة وكان أحد النقباء. قال: فنمنا تلك الليلة
في رحالنا حتى مضى ثلث الليل. خرجنا نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى اجتمعنا عند العقبة، وكنا 70 رجلا ومعنا امرأتان، نسيبة بن كعب النجارية من بني النجار وأسماء بنت عدي. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه، فكان العباس أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنع وهو في عز من قومه ومنعة من بلده. فقالوا: قد سمعنا مقالتك، فتكلم يا رسول الله، وخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فقام البراء بن معرور فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. الأزر جمع إزار، والعرب تكني بالإزار عن المرأة وتكني بالإزار عن النفس أيضا، يعني كأنه يقول: نمنعك مما نمنع منه نساءنا بل أنفسنا. والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم. فقمنا نبايعه، فقام أسعد بن زرارة وأخذ بيده وقال: رويدا يا أهل يثرب، ما ضربنا أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب جميعا وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون، فبينوا ذلك، فهو والله أعذر لكم عند الله. فقاموا وقالوا: أمطع عنا يدك يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها. فقمنا وبايعنا. فلما بايعوه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا يقومون على قومهم. فأخرجوا 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.